وحيد تعطى هو أنه سواديزون استنارة بما هو موجود في فرنسا أنه مجلة الشغل هي اللي تحمي الفن. هذا مغلوب، هذا الكلام ما هوش صحيح. ولذا مريناشي وجهة نظر مختلفة، يمكنش يكون فما خلفيات أخرى طاولة ويجا مع الناس. هذا ما عادش عندنا وقت، لأنه باش نقول لك وما نخبيوش، فما كلام ما نجتمعوش احنا مع الهوكش. هوكش يتقال في المواقع، لا نقول لك موجوده. لا 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 خلينا نقولها، لأنه الكلام هذا موجود. الناس هذا لا وراهم فهمتني ولا التجارب فنية ولا راهم فهمتني ولا معناها آثار فنية ولا راهم زاد كيف دراسة ولا راهم سمعة فنية. لو نحكيو على الشخصيات الاعتبارية والله مرحبا. إيه وفما شخصيات اعتبارية زاد، هذا نحبه احنا فهمتني. عيسى حراث كيفاش فهمتني ولا ملقات باش يداوي، وحمد السنوسي فهمتني ولا كيفاش توفى ويلوج على الدوان تاعو، وحمد بن عثمان وحسن هرماس اللي ساكن فوكادا وكذا. توا نحكيو حتى على مستوى التقييم الفني، شكونك انت باش تنصب نفسك وكيل ومقيم لما هو هام وغير هام في الساحه الفنيه؟ كان ما يكونش هذا تشاركي وديمقراطي، لانه الناس هذا ايش يقولوا؟ سمعناهم ما يشاركوناش. كيفاش وينكم؟ ونعرفوا كيفاش يدخلوا. واش نقول لك؟ يكلموا هذا النائب او ذاك، وهذا المستشار او ذاك في الرئاسه، ونعرفوا كيفاش يدخلوا. هاي ناس عملوا مسار على الراس ولين، ولات عندهم نوع من السلطة فهمتني الفنية والاعتبارية. مرحبا على الراس ولين، أما ما يلزمش نوصلوا إلى مستوى الأسطرة. فما ميتيفيكاسيون تاع بعض أشخاص، فما ميتيفيكاسيون تاع بعض تجارب. وأنت سيد الوزير تحكي على شباب وتحكي على أجيال جديدة، إي يا خويا يفو باتسي عادي الفلامبو. فما اون روليف اسيوري بالنسبه للبلاد هذه، كبرنا احنا. توا انا نتحدث على قانون الفنان العمري، انا سي فوتو فهمتني. ليه نحن نحكي لك على مستوى الضمانات الاجتماعيه وكذا وكذا، هذا الكل تعديته وما عنديش، لا عندي لا تقاعد ولا عندي كذا ولا عندي لا كرمي دواء وما عندي حتى شيء. نحكيش على روحي باسكو des centaines qui sont dans mon cas. Donc, le masla ma hiyach hna, le masla fi ar-ru'ya. Ya wlad al-thaqafa hadi shnu ad-dawra li tnajem talabou fi al-blad. Nahkiou 'ala les industries culturelles, ce n'est pas un mot. Nahkiou 'ala rationalisation des métiers, ce n'est pas un mot lancé. Hak. Hada koul li kan 'ando des implications au niveau de la loi, au niveau des wahed wkada etc. Donc, il faut être conséquent. يا خويا من حقك المشروع الدافع فهمتني ولا على امورك على مصلحتك شابولي، من حق كل مؤسسه انه تدافع على كذا وتحب تتوسع ويحب يكون عندها نفوذ. اما انه تسحب هذا على قطاع بمختلف مكوناته وبمختلف قطاعاته، لانه انت ماكش السينما وانت ماكش الفنون التشكيليه وانت ماكش كذا اكسترا، دونك معناها اون فو بيان. كان الناس هذا عندهم وجهة نظر معللة وفعلية، يا خويا يتفضلوا إما يكتبوا هان فهمتني ولا يحضروا. معناها وقت نقولوا احنا باش نعملوا لجنة هكا تشاركي مع شكون؟ ولا يسكتوا الأرواح الأطراف المتدخلة في اللجنة هذه، ونحملوا المسؤولين المختلفة والنقابات المختلفة، نعملوا لجنة صياغة تأليفية كما ذكرت سيادتك، وننظموا أمورنا ونتعداو ونحدوا المهام نتاعها، وخاصة لي زيشانسيي تحبوا نخدموا عليهم. يعني وقتاش نقولوا مثلا بعد شهر ولا شهرين، قولوا لنا وقتاش تحبوا، ولكن راهو العبرة بنتيجة.
هذا باش خدوا نضيعوا في وقتنا وكذا ستيغا. ولجنة تاخو على فهمتني هي بالمسؤولية هذية. احنا عنا ثقة تامة. المقترح الأول راهو جا منكم، الثاني ثالثا على اختلافات ورا فهمتني، ولكن الأهم أنكم توما في صيغة التأليفية تلقاو فهمتني على الأقل ما يمكن أن يبرر إن شاء الله مشروع قانون الفنان اللي غدوة يتقدم يعني بصورة نهائية للبرلمان وندافعوا عليه باسمكم توما، ني بلوس ني موان. شكرا. هيفا بولكباش خريجة من المعهد العالي للفن المسرحي ومرسمة بالمرحلة الثانية. دونك باش نقرأ عليكم البيان النقابي. معالي السيد وزير الشؤون الثقافية، السادة رئيس وأعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، نحن ممثلي الهياكل النقابية لمحترفي المهن الفنية الممضين أسفل. أولاً الجمعية التونسية لخريجي معهد الفنون الدرامية وتمثل 1200 أستاذ، الجامعة التونسية للمسرح وتمثل 220 جمعية هاوية، نقابة المؤلفين والملحنين، الجمعية التونسية لفنون الركح، جمعية السينمائيين التونسيين المستقلين، الجمعية التونسية للمثقفين والفنانين والمبدعين والمجتمعين بدار الموسيقي يومي 5 و6 مارس 2018 للنقاش وتبادل الآراء والمقترحات حول النسخة الثانية من مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية والمعدة من طرف وزارة الشؤون الثقافية تعويضا للنسخة الأصلية والمحالة في وقت سابق على مجلس نواب الشعب. قررنا ما يلي: أولا ندعو إلى ضرورة العودة إلى النسخة الأولى من مشروع القانون وهي النسخة الأصلية التي أحيلت على مجلس نواب الشعب، ونذكر أنها قد أنجزت في أغلب ما ورد فيها بالتشاور والتنسيق مع مختلف الهياكل المهنية، مع التأكيد على ضرورة إثرائها ومراعاة المقترحات المقدمة سابقا من مختلف الهياكل الفنية. ثانيا نعلن رفضنا التام للنسخة الثانية من مشروع القانون، ونعتبر أن ما أدخل على النسخة الأولى من تعديلات قد أفرغ مشروع القانون من محتواه، وبدل أن يمثل خطوة إلى الأمام إذ به يؤسس لخطوات إلى الوراء ويشرع إلى مزيد من الفوضى. ثالثا وأخيرا نعلن انخراطنا التام في بيان الهياكل المهنية الصادر بتاريخ 27 فبراير 2018، والذي تلاه الفنان مقداد السيلي في اليوم الدراسي المنعقد بمدينة الثقافة في 1 مارس 2018 تحت إشراف سيادتكم، كما نعلن تبنينا لكافة النقاط الواردة به واعتباره وثيقة مرجعية ينبغي أن تتأسس عليها الصياغة النهائية لمشروع القانون، وعلى ذلك رفعت الجلسة. شكراً.